السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير في حلقة جديدة من برنامجكم أخلاقنا والواقع. يقول الله تعالى في سورة المائدة: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. آية لخصت مضمون حلقتنا: الإنصاف وقبول الاعتذار. هذا ما سنتكلم حوله مع الدكتور حسن خطاف، دكتوراه في العقيدة الإسلامية، نائب عميد كلية الشريعة في جامعة حلب سابقا. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. الإنصاف دكتور يعني له وزن كبير، خاصة حينما يكون هناك عداوة وبغض بين الناس. ما هو الإنصاف أولا، وما هي أهميته في الحياة الاجتماعية؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة الإنصاف أن نعطي للشخص ميزانه الحقيقي، أن ننصفه من غير أن نزيد إطراء فيه، ومن غير أن ننقص منه. وهذا لأن الأصل في الإنسان أنه خطاء أخي، وما دام أنه خطاء إذن ينبغي أن يكون الميزان عندنا بحسب حال هذا الشخص. فالميزان هو هذا، من غير أن تكون عندنا عوامل نفسية يمكن أن تؤثر في أحكامنا على الآخرين. فالشخص الذي نريد أن نحكم عليه ربما يكون بيننا وبينه عداوة، وربما تكون بيننا وبينه صداقة. ينبغي أن نكون منصفين في الحكم عليه، لا له ولا عليه، وإنما من خلال الواقع الذي هو يعيشه. هذا هو الإنصاف. لبيان هذا الكلام وشرحه أكثر وأكثر، هل هناك من الصور والنماذج التي توضح هذا المعنى، معنى الإنصاف؟ نعم، النماذج حقيقة كثيرة، لكن أريد أن أقول اليوم نحن كسوريين ما أحوجنا أن ينصفنا، أن ينصف العالم ثورتنا. يعني لا يوجد هناك إنصاف اليوم، قبل أن نتحدث عن الصور المشرقة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن العالم اليوم أخي لا ينصفنا اليوم. يعني مع بداية الثورة عامها السادس، هناك إلى الآن من يغطي على الجرائم التي ارتكبها هؤلاء. إذن أين هذا الإنصاف؟ العالم اليوم لا يكيل بمكيالين فقط، بل بمكاييل متعددة. إذن الخذلان من العالم اليوم لثورتنا هو أكبر دليل على فقدان هذا العالم لهذا الإنصاف. هذا مثال واقعي الآن نعيشه. الصور مشرقة كثيرة جدا. السيدة عائشة رضوان الله عليها، وأنت تعلم أن أغلى شيء في الإنسان هو عرضه. وقد اتهمت رضوان الله عليها، ومن أولئك الذين أثاروا هذا الأمر حسان بن ثابت رضوان الله عليه. ومع ذلك عندما كان يذكر حسان بن ثابت لم تأخذها في نفسها شيء على أنه يعني ساهم في إشاعة ما قيل عليها، وإنما كانت تقول إنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي إنصاف هذا أخي؟ نحن اليوم إن ظلمنا من شخص نسعى إلى تغطية كل ما جاء به، ونسعى إلى تحطيم الأشخاص. إذن حقيقة الميزان عندنا اليوم هو ميزان متأرجح، لا يوجد عندنا ضوابط دقيقة. إذن هذه صورة مشرقة. إذن الصور حقيقة كثيرة. لنأخذ صورة أخرى، حاطب بن أبي بلتعة، ذلك الصحابي الجليل الذي أخبر قريشا بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام لفتح مكة. وفي موازيننا اليوم أخي يعد هذا نوع من الخيانة العظمى، بموازيننا يستحق القتل، وربما يعتبر في موازين أولئك الغلاة على أن هذا موالي لأعداء الله. من السهولة أن يقتل هكذا بكلمة واحدة. ولكن عندما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما خنت الله ولا رسوله، ولكن كان لي أهل هناك فأردت أن أتقرب لقريش بهذا. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوه، فإن حاطبا ممن شهد بدر، ولعل الله سبحانه وتعالى تاب عليه. إذن ما أروع هذا المثال. بل انظر إلى قول الله تعالى وهو ينصف: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. إذن لاحظ إلى هذا الإنصاف أخي. نحن اليوم للأسف هذا الإنصاف كاد أن يخلو من مجتمعاتنا.
نحن نريد حينما يطرح الإنصاف يطرح العدل. طيب نحن نريد أن نربط بين الإنصاف والعدل. هو هذا أخي، أنت عندما تحكم على الناس من خلال واقعهم، من خلال أفعالهم، أنت عادل معهم. ولكن تصور ذلك الشخص الذي آذاك لمرة واحدة وهو شخص محسن، وربما آذاك يعني اجتهادا أو ربما خطأ أو ربما كان قاصدا، لا ينبغي أن تنسف حياته كاملة. نعم أن تذكر فيه هذه المثلبة، ولكن أن تذكر المحاسن الأخرى. عندما يغيب الإنصاف هو يغيب العدل، لأن العدل أن نحكم على الناس من خلالهم، لا أن نزيد ولا أن ننقص. قد يكون العدل، لكن العدل قد يكون أشمل من الإنصاف. نعم بينهما حقيقة عموم وخصوص، يعني العدل هو أشمل ولكن يدخل فيه الإنصاف. طيب في مسألة الإنصاف على الحكم على الناس، خاص مسلمهم وغير مسلمهم، نريد أن نسلط الضوء حول هذه النقطة، الحكم على الناس. أخي الحكم على الناس من خلال واقعهم. أنت اليوم عندما مثلا على سبيل المثال شخص يريد أن يتاجر معك، أن تكون منصفا عندما تسأل عنه. إذن هذا الشخص عندما تسأل عنه لا تعطيه أكثر مما ينبغي ولا تذمه أكثر مما ينبغي، هذا إنصاف وهذا عدل. عندما نكون في مجلس معين وعندما يذكر فلان من الناس وربما كانت بينك وبينه عداوة، إذن أن تنصفه بحيث لا تزيد ولا تنقص، هذا هو الحكم. أخي اليوم الإنصاف من الإنصاف، الغربيون اليوم ليسوا كلهم على شاكلة واحدة. ما يحدث اليوم من تفجيرات يعني تضرب بها أوروبا، هذا ليس من الإنصاف. أن نحكم على بعض الساسة المجرمين منهم، أن نحكم من خلال هؤلاء على عامة الناس، هذا ليس إنصافا أخي أبدا. هناك أشخاص لا يعرفون القضية السورية أصلا، هناك أشخاص لا يعرفون سوريا أصلا. إذن ليس من الإنصاف أن نقتل، حقيقة هذا ليس إنصاف، أن نحكم على هؤلاء على أنهم كلهم قتلة ومجرمون لأن رئيسهم فلان من الناس. إذن هذا ليس إنصاف. وكذلك نستطيع أن نقول ليس من الإنصاف أن نحكم على كل الذين موجودين في مناطق النظام أنهم عملاء للنظام أيضا. نعم هذا واضح، لا نحكم عليهم بهذا الحكم. هناك ممن يجلس مع النظام الآن ولكنه يشتغل لصالح الثورة. أشخاص كثر أخي يشتغلون. إذن الحكم على العموم، الحكم على العموم لأنهم هكذا مثلا عند النظام أنهم مع النظام، لهذا حكم ليس صحيحا. نعم أبدا. دكتور للكلام تتمة، نذهب إلى فاصل إن شاء الله وننتقل إلى محور هام يتعلق بالإنصاف ومسألة الاعتذار وضرورته في الحياة اليومية إن شاء الله. أحبتي المشاهدين، سنتكلم عن الاعتذار ومحاور هامة في هذا المحور، ولكن نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مجددا إخوتي المشاهدين. كنا قد تكلمنا قبل الفاصل عن الإنصاف، الآن ننتقل إلى الشق الثاني من حلقة اليوم وهو الاعتذار، الإنصاف والاعتذار. الكل يعلم أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. دكتور حسن أهلا وسهلا بك مجددا. حياكم الله، يا مرحبا. بعد أن تكلمنا عن الإنصاف نريد أن نسلط الضوء عن ما المقصود من الاعتذار، وما هي أهمية الاعتذار في الحياة الاجتماعية؟ أخي الاعتذار لا يحتاج إلى تعريف حقيقة، الكل منا يعرف أن الاعتذار هو تعبير منا عن شعور بذنب قد ارتكبناه، هذا هو الاعتذار. عندما يرتكب أحدنا ذنبا ما أو يجرح شعور شخص أو يقصر في واجب أو يرتكب من حيث الظاهر خطأ، أن يشعر الآخرين بأنه قد ندم على ذلك، هذا هو الاعتذار. أن يعتذر من الآخرين على فعل قد فعله، على واجب قد قصر فيه، هذا هو الاعتذار. وله أهمية طبعا في حياتنا، يعني اليوم نحن حقيقة كمجتمعات عربية اليوم لنكون صريحين في هذه، نحن بعيدون نوعا ما عن قضية الاعتذار.
يعني شو أنا أقول لأي شخص أقول والله أنا آسف أنا بعتذر منك أحيانا بعض خاصة عند العرب أقصد بالتحديد يعني ممكن يلاقيها كبيرة يعني للأسف أنه إحنا نعتذر يعني مجتمعاتنا اليوم تعتذر عن الأشياء الدنية والأشياء الصغيرة ممكن أنت وماشي مثلا بالشارع بكتفك ممكن تصيب شخص تقول له أنا آسف أعتذر لكن يحتاج الأمر منا إلى عمق أكثر يحتاج إلى ثقافة أكبر الاعتذار عن الشغلات الكبيرة عن الأمور المهمة ليس عن قضية والله أنه شخص في الطريق يعني كتفه ضرب كتف الآخر يعني اليوم مثلا مجتمعاتنا اليوم ولا سيما السياسيون منا ولا سيما أصحاب السلطة ما أحوج هؤلاء إلى الاعتذار أخي ونحن في بلدنا هذا لو صدر اعتذار من ذلك الرجل لما قامت الثورة حقيقة بداية الأمر يعني كلمة واحدة من الاعتذار تطفئ شرارة هذه الثورة لكن قدر الله وما شاء فعل يعني نحن اليوم نرى في مثلا في المجتمعات الغربية شخص مسؤول وزير عن عدل أو مسؤول عن وزارة ما لأن خللا حصل في الوزارة وربما لا يكون هو مقصر في هذا فتراه يقدم استقالته شعورا منه يعني بأنه قصر هذا اعتذار كأنه يعتذر من المجتمع ما أحوجنا إلى ثقافة الاعتذار لأن هذه الثقافة حقيقة لا تصدر من الصغار وإنما تصدر من علية القوم من كبار القوم لأنه عندما يعتذر هو يعتذر هو يرى على أنه ليس أعلى من الآخرين ذاك الذي لا يعتذر يتصور أنه لا يخطئ وأن غيره هو الذي ينبغي أن يعتذر وهذه قد نلاحظ من البعض يقول والله أنا أعتذر يعتبر أن الاعتذار هو أنه يذل نفسه أمام الطرف الآخر ما تفسيرك كأنه مرض نفسي هذا الأمر؟ حقيقة أنا أقول الاعتذار أخي ليس ضعفا والاعتذار ليس خوفا والاعتذار ليس جبنا وإنما هو شموخ هو علياء من الشخص أنا ارتكبت بكل صراحة ووضوح أنا أخطأت معك إذن ما أروع هذا أخي وهذه الكلمة يعني تسحب كل ما في النفوس من ضغائن وكل ما في النفوس من أحقاد يعني إذا نحن بحاجة اليوم إلى إعادة تكوين مجتمعاتنا على هذا الأساس على أساس الاعتذار الحقيقي وليس الاعتذار الشكلي الاعتذار الذي يصدر عن ندم والاعتذار الذي يجعل الشخص يتحمل المسؤولية يعني شخص أحيانا مثلا يركب سيارة يصدم سيارة أخرى ممكن يقول آسف لكن صاحب السيارة المضروبة على سبيل المثال عندما يطلبه مثلا بالتصليح أو يطلبه بسد هذا الضرر تراه يتغير وجهه وكأن شيئا لم يحصل إذن فرق بين الاعتذار الحقيقي الذي يشعر الشخص بأنه قادر على يعني أن يقوم بسد الخلل وبين شخص الاعتذار منه يصدر من لسانه صحيح يعني وأنا كأي شخص كأي إنسان حقيقة حينما ترى رجل يعتذر منك يعني ترى قامة مفعمة بالثقة يعني تنظر إلى الشخص الذي يعتذر أنه حقيقة مليء بالثقة مفعم بالثقة دكتور لتسليط الضوء أكثر على موضوع الاعتذار هل هناك صور على حياة النبي صلى الله عليه وسلم على حياة الأنبياء على حياة السلف أو أي تاريخ من حقيقة أيضا الصور في هذا كثيرة لأن هذا الاعتذار خلق من أخلاقنا كمسلمين يعني امرأة العزيز انظر كمثال على هذا يعني تعترف أمام الملأ تقول أنا روته عن نفسي فاستعصم الآن حصحص الحق أنا روته عن نفسي انظر أخي يعني هذه المرأة ليست من سوقة الناس ولا من عامة الناس امرأة زوجة ملك يعني أنها عندما تعترف أمام الملأ أنها راودت هذا الفتى ستكون هذه يعني في فم ألسنة الناس ومع ذلك اعترفت كما بين القرآن الكريم آدم عليه السلام قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إذن ما أروع هذا أخي هذه صور مشرقة ينبغي أن يعني أن تكون منهجا لنا في سلوكنا وفي حياتنا هل يوجد صور أخرى على زمان الأنبياء أيضا موجودة أخي الصور كثيرة خذ هذه الصورة الأخرى يعني هبار بن الأسود ذلك الرجل الذي كان مشركا ما الذي فعله بزينب رضي الله عنها زينب ابنة النبي عليه الصلاة والسلام نخز بها البعير أخي كانت تركب البعير فنخز بها البعير
نط البعير فوقعت وكانت يعني حبلى وأجهضت ومرضت وماتت على إثر ذلك. يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، لقد جبت المشرق والمغرب وطفت وذهبت إلى الأعاجم، ولكني رددت إليك لأنك تعرف الصفح. إذن لاحظ إلى اعتذارا منه، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الاعتذار بعد أن وقعت زينب ابنة النبي وكانت حامل. وهي من هي زينب؟ لكن هنا شيء مهم أيضا، لا يكفي حقيقة أن نقول الاعتذار، أيضا خلق آخر أن نقبل اعتذار الآخرين. ما أروع ذلك. يعني أنا عندما يعتذر من الشخص، بعض النفوس المريضة أخي تبقى يعني تعفو في لسانها وتقبل ذلك ظاهريا، ولكن يبقى هذا يتحرك في نفسها. لكن ما أروع أن يمسح هذا الأمر وأن نقبل اعتذار الآخرين من غير أن نسعى إلى تأويلات وما إلى ذلك. شخص تأخر عليك في اجتماع ما، قال لك: أخي أنا يعني نتيجة الازدحام، يعني قل له: أخي حصل هذا الأمر. ولذلك ينبغي أن نلتمس لإخواننا دائما عذر أخي. طيب، هل هناك سميه أشكال للاعتذار، أم الاعتذار فقط مع شكل معين مع قسم معين؟ لا، الاعتذار مع كل يعني الاعتذار على حسب الشخص الذي يقع يعني تقع معه الاعتذار. أرفع حقيقة أنواع الاعتذار وهو أساس في بناء البيوتات، الاعتذار عن الزوجة، يعني العلاقة بين الزوجين، أن تعتذر الزوجة من زوجها وأن يعتذر الزوج من زوجته. يعني أحيانا أخي كلمة واحدة، يعني أنا آسف، أحيانا تقول مثلا الزوجة أو الزوج يقول: أنا آسف، أنا أعتذر، أنا كذا، والله يمكن هذه أن تسحب وأن تطفئ بيتا يمكن أن كاد أن يحترق. وكثير انظر إلى كثير من أنواع الطلاقات الذي يعني يبحث في يعني في الفتاوى المعاصرة الآن، يعني أسباب الفتوى وأسباب الطلاق وما لذلك في القضايا، يجد أن الأسباب هي تافهة. يعني كلمة واحدة من الزوج أو من الزوجة في الاعتذار هي كفيلة أن تطفئ هذه النار وأن تجعل البيت قائما مع الأولاد. في الحقيقة الكلام ذو شجون، وبارك الله فيك دكتور، لكن الوقت تداركنا. نشكرك دكتور حسن خطاف، نائب عميد كلية الشريعة في حلب سابقا. شكرا لكم. إخوتي المشاهدين، لا يسعني إلا أن أشكركم في نهاية هذا اللقاء، وأذكركم بقوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. استودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن أحيانا الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.